مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم في برنامج نجم مصر. في نجم مصر هنتكلم عن الدوري الممتاز والممتاز به، مش بس كده، لا كمان هنتكلم عن الناشئين أملا في ظهور صلاح وتريكا وشيكا من جديد. هنبدأ أخبارنا عن الأهلي وعن الزمالك. قبل ما أتكلم عن الأهلي والزمالك، هيكون معانا في الفقرة الأخيرة لاعبي نادي الشمس اللاعب محمود محمد، ومحمد محمود وحسين محمد لاعبي نادي الشمس. أغلبية كلامنا هيكون عن الناشئين، لأن الناشئين دول هم أمل مصر. الناشئين دول هم اللي احنا بنشتغل عليهم عشان خاطر يطلع لنا من وسطهم كده محمد صلاح من جديد، محمد أبو تريكة من جديد، شيكابالا من جديد. هبدأ أخبارنا بنادي الزمالك. نادي الزمالك بيقدم موسم استثنائي. نادي الزمالك الحاصل على بطولة كاس مصر والحاصل على بطولة الدوري العام الموسم الماضي، لا كمان باقي حاجة بسيطة جدا، ونادي الزمالك يتوج رسميا بطولة الدوري هذا الموسم. نادي الزمالك في حالة فوزه في المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري سيتوج بطلا للدوري العام للمرة الثانية على التوالي. الغريب هنا مش ان نادي الزمالك حصل على بطولة الدوري، لا الغريب ان نادي الزمالك من مشاكل كبرى بتحصل داخل النادي، من حل مجلس إدارة، من لجان معينة، من حاجات كتيرة جدا او مشاكل كبيرة جدا جدا داخل نادي الزمالك، كل ده يتحول لنجاحات كبيرة جدا جدا جدا. يبقى احنا هنا لازم نقف عند الحتة دي، لازم نقف عند الحتة دي. ومش عيب ان كل الانديه حتى الانديه الكبرى لازم تبص لنادي الزمالك السنه دي، لازم تتعلم، مش عيب. زي ما كنا بنتكلم عن النادي الاهلي في 2006 مع مانويل جوزيه، الجيل بتاع محمد او الكابتن محمد ابو تريكه ومحمد بركات واللاعبين الكبار او اللاعبين الكبار دول، لازم السنه دي نتكلم عن نادي الزمالك. ولو اتكلمنا اتكلمنا عن نادي الزمالك، لازم نتكلم عن مجلس الاداره، لازم نقول اللي ليه واللي عليه. زي ما انتقدنا مجلس اداره نادي الزمالك من قبل، لا ده احنا السنه دي لازم نشيد جدا جدا بمجلس اداره نادي الزمالك اللي قادر يوفر كل شيء لنادي الزمالك. موفر كل شيء مش في لعبه كره القدم بس، لا ده في جميع الالعاب. نادي الزمالك منذ رجوع المستشار مرتضى منصور وكل حاجة رجعت لطبيعتها، المشاكل المادية وكل المشاكل اللي كنا بنسمع عنها من سنة ماضية في نادي الزمالك اختفت تماما، اختفت في وقت قياسي جدا جدا جدا، حاجة كده لا يصدقها عقل زي ما بيقولوا كده. كل المشاكل مجرد رجوع مجلس المستشار مرتضى منصور، ومع رجوع وتحط لي تحته 100,000 خط أمير مرتضى منصور، بصراحة الجندي المجهول داخل نادي الزمالك. هتكلم عن نادي الزمالك او هكمل حديث عن نادي الزمالك، ولكن قبل ما اكمل حديث عن نادي الزمالك عايز اروح او عايز اتكلم عن نادي الشمس. نادي الشمس اللي هو اصبح حديث الشارع فيه، او خاصة في محافظات الصعيد. نادي الشمس السنة دي عامل حاجة حلوة جدا، يمكن هو النادي الوحيد في مصر اللي بيعمل اختبارات بدون مقابل او اختبارات مجانية. كل الاندية السنة دي كانت عاملة اختبارات بمقابل، استمارة 50 جنيه او 40 جنيه او اكتر او اقل، الا نادي الشمس. نادي الشمس السنة دي برئاسة المحاسب نبيل عبد الشكور ومجلسه المحترم شغالين كويس جدا، او مش مركزين على حتة الناشئين، شغالين ان هم على استقطاب افضل الناشئين في الصعيد عشان يكون في نادي الشمس اكبر قاعدة في ناشئين كرة القدم، او عشان يكون مصنع، او يكون نادي الشمس مصنع لتفريغ اللاعبين لاكبر اندية مصر وخارج مصر، يعني داخل مصر وخارج مصر. معانا على الهاتف رئيس مجلس ادارة نادي الشمس باسوان الكابتن نبيل عبد الشكور. كابتن نبيل ازاي حضرتك؟ حضرتك ايه اخبارك؟ كله تمام؟ الله يخليك يا كابتن الكريم. الله يخليك كابتن. يمكن السنه دي حضرتك كده اغلبيه الاختبارات اللي شغاله لجميع المواليد في قطاعات الناشئين بنادي الشمس مجانا. كل الناس في الصعيد بتتكلم عن نادي الشمس. عايز حضرتك تكلمنا عن الناشئين وعن حضرتك بترسمه لقطاع الناشئين هذا الموسم. والله بالنسبه لقطاع الناشئين هذا الموسم، كمجلس اداره اخذنا قرار ان احنا نشارك في جميع مسابقات الناشئين اللي الاتحاد بنظمها،
ابتداء من فرقه 2001 اللي اكبر محاره عمريه في الناشئين حتى محاره 2009 او 2008 اصغر محاره ناشئين. احنا كان عندنا السنه اللي فاتت فرقتين 2004 و2002 فرقتين يعني يعتبروا جاهزين. تمام. هنلعبهم السنه دي. بالنسبه ل 2001 و3 و5 و2007 تعاقدنا مع الكابتن عمار. يا ريت تاخر الصور لحظه. اتفضل يا كابتن مدير. سامعين حضرتك. الو. سامعين حضرتك اتفضل كمل يا كابتن. احنا السنه دي تعاقدنا مع الكابتن عمار احمد مبارك بصفته كرئيس جهاز الناشئين بالنادي. شرف ليا يا كابتن مدير. الله يخليك يا كابتن. على اساس ان انا كنت حكم كره سابقا ورحت ملاعب الصعيد جميعا. شايف ان الصعيد مليان بالمواهب الذخيره بس المواهب دي ما بتلاقيش فرصه تلعب في الانديه بتاعتها. احنا عملنا فكره جديده، عملنا تجمع لجهاز الناشئين الصعيد في هيا حمادي على اساس ننتقي احسن عناصر من الصعيد حتى محافظتنا. عناصر دي هنضمها ان شاء الله ان الشمس لفرق الناشئين مواليد 2001 و2003 و2005 و2007. والعناصر دي ان شاء الله نلاقيها كفريق اول، واي عنصر هيبرز في مراحل الناشئين هنسوق الناشئين بتسويق كويس، هيلعب الانديه الكبرى في القاهره، هنلاقي له خبراء في نادي الزمالك، نادي انبي، الانديه كبيره. فاحنا ان شاء الله حاطين خطه طموحه ان نرتقي بمستوى الناشئين، لان زي ما انت عارف حضرتك ان القاعده لازم تبدا من تحت. الناشئين هي اهم حاجه، تبدا من القاعده وتبني قاعده صحيحه من تحت. ويمكن من اسباب، خلينا اقطعك يا كابتن نبيل، من اسباب نجاح نادي الزمالك السنه دي الدفع بالناشئين يا كابتن نبيل. طبعا احنا نادي الزمالك زي ما انت حضرتك عارف انه تعرض لموقف ان هو نوع من القيد، فالفرقه مشي منها عناصر كثيره السنه اللي فاتت، واثناء الموسم مشي منها برضه بعض العناصر المؤثره طارق حامد وابو جبل، واخيرا مشي منها اللاعب المغرب اشرف بن شرقي. طبعا المدير الفني الكوف بص للناشئين لان دي اشهر تحته، طلع من ناشئين من فرقه 2003 و2001 و99 عناصر برزت مع نادي الزمالك وخدت الصفه الاساسيه في الفريق، بل حجز مكان اساسي لها. فطبعا الناشئين لازم ياخدوا دفعه من هم في صغيرين في الفريق الاول. طيب خليني اسالك يا كابتن نبيل، هل تم استدعاء اي من اللاعبين في قطاعات الناشئين لمنتخب او لمنتخبات مصر للناشئين؟ احنا عندنا كان من سنتين مع الكابتن ربيع ياسين لما كان ماسك منتخب 2001 تم استدعاء لاعب عمرو مهني للمنتخب، وخاض هناك تجربه مع الكابتن ربيع ياسين والكابتن هشام عبد المنعم في فندق المنتخبات في استاد القاهره تقريبا كان التجمع. في فندق حرس الحدود تقريبا في القاهره. خد معسكر لمده اسبوع وانضم للمنتخب وكان ليه ترتيب في المنتخب يعني. وبرضه مع الكابتن جمال احمد علي كان ماسك مرحله مواليد 98 تم استدعاء حارس مره للشمس مؤمن ابو هند، وبرضه خد تجربه مع الكابتن محمد علي كرئيس منتخب مصر. تمام ان شاء الله كابتن نبيل على نهايه الموسم ان شاء الله يكون عندنا اكبر قاعده ناشئين على مستوى الصعيد، بل ممكن يكون ان شاء الله خلال سنه او سنتين ان شاء الله تكون على يكون نادي الشمس افضل نادي او مصنع لتفريغ اللاعبين لاكبر انديه مصر مثل الاهلي ومثل الزمالك. وممكن يا كابتن يا ريت كمان نركز، استاذنك لو نركز على التسويق الخارجي او على الاحتراف، فكره الاحتراف يا كابتن نبيل لما بتكون بدري شويه بتفرق مع اللاعب المصري. طبعا احنا شفنا الدول الافريقيه قابلين عليه كرويا حقيقه، اصبحوا متقدمين عليه لانه بينظر ان الناشئ من هو صغير بيطلع يحترف في دول اوروبا. صحيح. الناشئ ده بياخد اعداد كويس، اعداد قوي جدا وبيترقي جدا، بيرجع بعد كده يلعب مع منتخب بلاده، بيبقى فارق مع منتخب بلاده. بيقولوا ماشي قدام المدير الفني لاي منتخب في القاره وماشي واسع، بيختار من عدد لعيبه محترفين كتار. على عكس الدوله بتعتمد على اللعيبه المحليين بدل العدد محدود. تمام كابتن نبيل، خليني اخذ حضرتك من كره القدم الى السباحه. يمكن بالامس انتهت بطوله الصعيد للسباحه، عايزك تطمنا على لاعبي الشمس وعايزك تطمنا على النتائج بتاعتهم عملوا ايه يعني. والله احنا لسه احنا واقفين النهارده، يا ريت تعرض لنا الصور، هي الصور معروضه قدامنا. بطوله السباحه اللي اقيمت في مدينه المنيا على حماس كره السباحه الرياضيه، نادي الشمس حقق 42 ميداليه، 17 ميداليه ذهبيه و16 ميداليه فضيه وتسع ميداليه برونزيه. عندنا السباح يؤن مجدي نخلوخ اصغر سباح في البطوله، حصل على 5 ميداليات ذهب من 5 مسابقات. تمام. وكاس احسن سباحه وحطمت رقم قياسي لعدد 3 سباقات. عندنا السباح جورج وجه رهيب حصل على 4 ميداليات ذهب وميداليه فضه.
عندنا سباح ستيفن سامح اللي حصل على ثلاث مرات فضه وواحده ذهب وواحده برونزيه. عندنا سباح اوليفيا برضه حققت مدريدين ذهب وواحده فضه. عندنا سباح صغير جدا دفعنا بيه السنه دي لميس احمد عبد الرحيم حققت ثلاث ميداليات اثنين ذهب وواحده فضه. كلهم من ابناء الصعيد يا كابتن مدريد؟ نعم كلهم من ابناء الصعيد؟ كلهم من محافظه اسوان. تمام ما شاء الله. احنا السباحه عشان التمرين ده مفتاحها لازم يبقى العنصر هنا موجود في نفس المحافظه. قريبين من التمرين بتاعها يومي عكس كره القدم. تمام. وان شاء الله احنا بنعمل ان فرقه السباحه بتاعتنا ان شاء الله يمكن في هنا سبع ارقام سبق ان دير الدولي عايز تتوفر على رئيس اسوان احنا نشوفه سباح يؤلى مجد أخنوخ. يمكن السباحين اكتسبوا خبرة من لما نزلوا في الحمام السباحة استاذ مع السباحين الأهلي والزمالك وإنبي ووالدتنا نزلت خبرة والخبرة دي أدت مردود طيب في بطولة صعيد السباحة بأن السباحة يؤلى من خمس مسابقات نزلتهم المسموح بيهم في البطولة خدت خمس ميداليات ذهب. تمام كابتن نبيل رئيس مجلس إدارة نادي الشمس بأسوان بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة يمكن اللي اتكلمنا فيها عن ناشئين أو عن نادي الشمس أو قطاع الناشئين في نادي الشمس كرة القدم اتكلمنا أيضا عن لعبة أخرى وهي لعبة السباحة. كل التوفيق لنادي الشمس كل التوفيق لمجلس إدارة نادي الشمس ولاعبيه وكل التوفيق لكل أندية مصر. طيب خلينا نرجع لنادي الزمالك اللي احنا بنتكلم او بدأنا حلقتنا دي. نادي الزمالك السنة دي عامل طفرة يمكن نادي بيحول النادي من مشاكل الى انجازات انجازات كبرى. كل الشكر لمستر فيريرا مش جمهور الزمالك بس اللي هو مطالب انه يشكر هذا المدرب. اي حد اي على جميع المصريين ان هم يشكروا هذا المدرب وهذا المدرب لابد ان يستغل. لازم نستغل او لازم نستغل هذا المدرب لصالح الكرة المصرية. الراجل ده شغال شغل عالي جدا جدا جدا. الراجل ده مهما يغيب لو غاب محمد ابو جبل غاب طارق حامد غاب بن شرقي ما بنحسش باي غيابات داخل نادي الزمالك. يمكن اصبح عند جمهور نادي الزمالك كل الثقة حتى لو هذا الرجل لعب بكل الفريق او ال11 لاعب اللي في الملعب كلهم من الناشئين الناس او جمهور نادي الزمالك بقى عنده ثقة ان نادي الزمالك هيكسب بهذا المدرب هيكسب باي لعيبة. فهذا المدرب القدير اللي هو ضمين جدا يجي لك مدرب زي فيريرا او ضمين جدا يجي لك مدرب زي جوزيه فلازم نستفيد منه. لازم المدربين المصريين يحصل فترة معايشة مع مستر فيريرا. لازم نستفيد منه. لازم المدربين المصريين اللي طالعين جديد لازم يقعدوا مع هذا الرجل ولازم يستفيدوا منه جدا جدا. الرجل ده رجل عبقري بمعنى الكلمة وكل الناس بتشيد بهذا الرجل الاهلاوي قبل الزملكاوي. يمكن زي ما قلنا نادي الزمالك في حالة فوزه في المباراة القادمة امام الاتحاد السكندري سيتوج بطلا لبطولة الدوري العام للمرة الثانية على التوالي. طيب عايز اروح للنادي الاهلي واللي بيحصل في النادي الاهلي. ما تعودناش ابدا ان احنا نشوف النادي الاهلي كده. ما تعودناش ان احنا نشوف النادي الاهلي النادي الكبير النادي العظيم اكبر نادي او من اكبر الاندية في افريقيا نشوفه بهذا المستوى. عشان كده ليا رسالة عند رئيس نادي او رئيس النادي الاهلي الخلوق الكابتن محمود خطيب. يا ريت نادي الاهلي يشتغل على الصفقات بدري. لابد من التعاقد مع 10 او 15 لاعب جداد داخل النادي الاهلي. ويا ريت مش اي لاعب يدخل النادي الاهلي، مش اي لاعب يلبس او يرتدي تيشيرت النادي الاهلي. ويا ريت الاعمار السنيه اللي يتعاقد معاها النادي الاهلي تكون صغيره في السن. ما تجيبش انا لعيب حتى لو لعيب كويس حتى لو لعيب دولي يكون عنده 28 او 29 او 30 سنه. انا مش عايز لاعب يجيني يديني سنه، لا ده انا عايز اعمل انا عايز اتعاقد مع لعيبه 20 سنه 21 و22 سنه. اقصى حاجه يكون 23 سنه، ليه؟ عشان انا محتاج لعيب يديني اربع خمس سنين قدام. انا مش هجيب لي لعيب عشان خاطر ان هو دولي او لعيب لعب في نادي كبير او خد بطوله افريقيا وعنده 28 سنه واجيبه، لا. انا عايز لعيبه يكون عمرها 20 22 23 سنه،
لعيبه شباب، لعيبه عندها طاقه، لعيبه لسه عندها كتير وكتير وكتير. اللعيبه اللي عندها 28 سنه و30 سنه خلاص طلعت كل اللي عندها، ما عندهاش جديد. لكن اللاعب الناشئ او اللاعب اللي في مرحله الشباب او اللي عمره 20 او 22 سنه بيبقى عنده كتير. يعني انت عشان تجيب لي لاعب سوبر عنده 22 سنه، لا ده انت اللاعب ده بيبقى عنده كتير جدا، وارد كل سنه بتعدي على هذا اللاعب لا مستواه بيزيد جدا جدا جدا. فنادي الاهلي لازم يفكر، وانا عايز اقول ان النادي الاهلي يمرض ولا يموت. النادي الاهلي النادي العظيم. بص يا جماعه، لازم يعني بتكلم عن خاطر او بتكلم على مقدمي البرامج في مصر، حين حضرتك دخلت الاستوديو بتاعك او القناه بتاعتك لازم تسيب الانتماء بتاعك خارج القناه. انا كزملكاوي، انا شخصيا كزملكاوي بتشرف ان انا زملكاوي، لكن هذا يمنع ان النادي الاهلي نادي عظيم؟ لا والله، نادي الاهلي نادي عظيم، نادي عظيم بجمهوره، بمجلس ادارته، برئيس مجلس ادارته الخالوق، وحط لي تحت كلمه الخالوق 100,000 خط، الكابتن محمود الخطيب. والله يا جماعه انا كزملكاوي بتمنى ان النادي الاهلي يرجع، ويرجع في القريب العاجل كمان في اقرب وقت، لما انا يبقى عندي النادي الاهلي بكامل قوته، عندي نادي الزمالك بحاله الفوقان اللي هو فيها دي، وعندي نادي بيراميدز اللي بينافس بقوه على المركز الثاني، بينافس ايضا على بطوله الدوري، وعندي فيوتشر، وعندي نادي سيراميكا، لا ده كله هيعود لصالح الكره المصريه. يا جماعه يا ريت نفصل انتماءاتنا، يا ريت منتخب مصر يكون الاول. انا خارج القناه او انا ببيتي طبعا بشجع نادي الزمالك، واليوم اللي بيكون فيه ماتش نادي الزمالك بالنسبه لي بيبقى عيد، وده من حقي، ولما بيفوز نادي الزمالك انا بفرح، وده طبيعي. زي ما جمهور النادي الاهلي او اي حد اهلاوي لما النادي الاهلي بيفوز بيفرح، ده الطبيعي. بس احنا عايزين منتخب مصر، عايزين نبص لمنتخب مصر. احنا من مصلحتنا او من مصلحه المنتخب المصري ان الاهلي يعود هو الاهلي، او يعود كما كان النادي الاهلي زعيم افريقيا. لازم نادي الزمالك يستمر في هذه الحاله الجيده. بيراميدز نتمنى الاستمرار، وبشكر شكرا جديد يعني شكر كبير جدا 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 للمستشار تركي آل الشيخ. لولا وجود تركي آل الشيخ ما وجدنا بيراميدز. احنا كنا زمان يا جماعه نتكلم على مباريات القمه كانت الاهلي والزمالك، وفين فين بيجي لنا الاهلي والاسماعيلي او الزمالك والاسماعيلي. لا دلوقتي مباراه الاهلي مع بيراميدز مباراه قمه، مباراه الزمالك مع بيراميدز مباراه قمه، ودي حاجه جميله جدا جدا جدا، وحاجه لصالح الكره المصريه. اتكلمنا عن الاهلي واتكلمنا عن الزمالك وعن انديه الدوري الممتاز، حابين نتكلم ايضا عن انديه الدوري الممتاز به. خليني اروح لنادي في الصعيد يعتبر اهلي او زمالك الصعيد، نادي الالومنيوم، النادي الجماهيري واللي هو في نفس الوقت نادي شركه. وضمين في مصر انك انت تلاقي نادي بيجمع ما بين جماهيري، يكون نادي جماهيري وفي نفس الوقت نادي شركه. نادي الالومنيوم نادي يعتبر اهلي او زمالك الصعيد، نادي الالومنيوم عنده كل الامكانيات، مش اللي تخليه في الدوري الممتاز، لا، نادي الالومنيوم عنده الامكانيات اللي تخليه في المربع الذهبي في الدوري الممتاز او من الدوري الممتاز. نادي الالومنيوم عنده ملاعب على اعلى مستوى، عنده اكتر من فندق داخل النادي، عنده مطاعم على اعلى مستوى، عنده باصات لنقل جميع اللاعبين في مراحل الناشئين والفريق الاول موجوده داخل النادي. نادي شركه وفي نفس الوقت نادي جماهيري. ويمكن جمهور نادي الالومنيوم بنجح النادي الجمهور الوحيد اللي في مصر اللي عمره ما افتعل مشكله واحده على مدار تاريخه. جمهور نادي الالومنيوم بنجح النادي كل طموحه يشوف الاهلي عنده. جمهور نادي الالومنيوم بنجح النادي كل طموحه يشوف نادي الزمالك ونادي بيراميدز عنده. جمهور واعي جدا، جمهور زي ما بقول لك كده عمره ما افتعل مشكله واحده. جمهور نادي الالومنيوم بنجح النادي الجمهور الوحيد اللي في مصر لو نادي الالومنيوم بيلعب مع اي فريق بيستقبل الفريق المناسب الفريق المنافس. اي فرقه لعبت مع نادي الالومنيوم على ملعب نادي الالومنيوم عمرها ما حست ان هي بتلعب خارج ارضها بسبب احترام وادب واخلاق جمهور نادي الالومنيوم. ليا رساله عند مجلس اداره نادي الالومنيوم، ما عندكش حجه واحده انك انت ما تصعدش السنه دي. كل الامكانيات عندك، لو هتصرف 5 مليون ممكن انت تصرف 5 مليون او 10 مليون او 20 مليون على الفريق الاول لكره القدم بنادي الالومنيوم وتصعد دوري ممتاز،
وال20 ال20 مليون ممكن في خلال سنه او سنتين تجيبهم 40 و50. كره القدم يا جماعه دلوقتي اصبحت اسهل استثمار واسرع واسرع استثمار في العالم. دلوقتي نادي الالومنيوم انت عندك، ويمكن انا قعدت مع احد اعضاء مجلس الاداره الموسم الماضي، اتكلمت معاه هاتفيا الاول وقلت له قدمت له مقترحات وخريطه طريق لنادي الالومنيوم، قدمت له بعض الحلول اللي تخلي نادي الالومنيوم موجود في الدوري الممتاز وتخليه لو صرف 5 مليون او 10 مليون اخر الموسم يجيبهم 20 و30 كمان. قدمت ده مع المهندس الفني وهو حي ويرزق، ربنا يديله الصحه يا رب. ايه اللي احنا ممكن من خلال برنامجنا نجم مصر نقدمه لمجلس اداره نادي نادي الالومنيوم حاليا؟ يجب على نادي الالومنيوم التعاقد مع لاعبين صغار السن، اللعيبه اللي مشيت من الاهلي والزمالك، اللعيبه اللي نادي الاهلي والزمالك مش هيكمل، او اللعيبه اللي صرحها الاهلي والزمالك من مواليد 99 او مواليد 2000. لما انت بتجيب لعيبه صغيره في السن ولاعيبه من اهلي وزمالك وانديه الانديه الكبيره دي، اللعيبه دي اتاسست صح. اللعيبه دي لو جت عندك في الالومنيوم في الممتاز به كفيله ان هي تصعد بالفرقه، وكفيله بعد سنه او بعد سنتين ان اللعيبه دي بعد ما تكتسب الخبرات انك انت تقدر تبيع اللاعب ب 5 مليون وب 10 مليون. فاذا انت لو صرفت 5 مليون او 10 مليون مقابل ان نادي الالومنيوم يصعد للدوري الممتاز، لا ده انت ال 5 مليون و10 مليون تقدر تجيبهم 20. فانا عايز اقول رساله اخيره للنادي او لمجلس اداره نادي الالومنيوم، الاستثمار الرياضي حاليا بقى اسهل استثمار في العالم، بقى اسرع استثمار في العالم. فلازم نادي الالومنيوم يرجع لمكانته الطبيعيه، نادي جماهيري ونادي شركه، نادي بيمتلك قاعده جماهيريه جميله جدا جدا وكبيره جدا في الصعيد. لازم نستغل ده. ما عندكش لو نادي الالومنيوم ما صعدش السنه دي مين يصعد؟ قول كده مع احترامي لكل الانديه. كل الشكر ايضا لنادي اسوان اللي هو كان موجود في الدوري الممتاز ونزل او هبط للممتاز به، سريعا ما عاد نادي اسوان للدوري الممتاز الفارق كبير عن اقرب منافسيه. كل التوفيق ايضا لنادي اسوان السنه دي مع الخلوق الكابتن ربيع ياسين. بشكر مجلس اداره نادي اسوان على على ان هم مهتمين جدا جدا بالفريق الاول، ولولا اهتمامهم الكبير ده ما كناش شفنا اسوان السنه دي في الدوري الممتاز. بشكر صاحب فكره التعاقد مع الكابتن ربيع ياسين. الكابتن ربيع ياسين يا جماعه من اكثر المدربين المظلومه في مصر، وانا عايز اقول لكم اطمئنوا جدا جدا من قبل بدايه الدوري الجديد، اطمئنوا على نادي اسوان مع الكابتن ربيع ياسين. نادي اسوان مع الكابتن ربيع ياسين في ايدي امنه. وانا عايز اقول لكم ان نادي اسوان السنه دي هيكون مفاجاه الدوري المصري. ليه بتقول كده؟ عشان انا على يعني او انا مقتنع جدا جدا بامكانيات الكابتن ربيع ياسين. الكابتن ربيع ياسين كده بالبلدي كده عينيه حلوه، بيقدر يستقطب افضل اللاعبين. هنشوف لعيبه يا جماعه في اسوان السنه دي ما سمعناش عنهم من قبل، هنشوفهم السنه دي نجوم في الدوري الممتاز. افتكروا كلامي، واحنا لسه ما خلصناش الموسم الحالي، يعني قبل بدايه الموسم الجديد بقول لكم من دلوقتي اتفرجوا على نادي اسوان. في لعيبه في نادي اسوان هتكون من نجوم الدوري الممتاز هذا الموسم لم نسمع عنها من قبل. طيب خليني اطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل هنروح بقى نتكلم عن الناشئين، هنروح للاعبي نادي الشمس محمود محمد ومحمد محمود وحسين محمد. فاصل ونرجع لكم مع هؤلاء اللاعبين. عيونه مضرب متنازل اول ما بيدلو، دوقته من طعم الغزل دوقني من ذلو، وبحب انا مهما حصل طب مين بقى يقوله، ما هو لو حبيبك كان عسل ما تخلصوش كله. بعيونه مضرب متنازل اول ما بيدلو، دوقته من طعم الغزل دوقني من ذلو، وبحب انا مهما حصل طب مين بقى يقوله، ما هو لو حبيبك كان عسل ما تخلصوش كله. بعيونه مضرب متنازل اول ما بيدلو، دوقته من طعم الغزل دوقني من ذلو،
محب انا مهما حصل فمين بقى يقول له ما هو لو حبيبك العسل ما تخلصوش كله بعيونه بضرب ميت مثل اول ما بيقول له دوقته من طعم الغزل دوقني من ذله ومحب انا مهما حصل فمين بقى يقول له ما هو لو حبيبك العسل ما تخلصوش كله ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. برحب بضيوفي لاعب نادي الشمس محمود محمد، اهلا بيكم، نورني النهاردة في نجم مصر. اهلا بك يا كابتن. طيب برحب ايضا بمحمد محمود، محمد منورني النهاردة. نورك كابتن. حسين محمد منورني النهاردة في نجم مصر. نورك يا كابتن. تمام. خلينا نبدأ مع محمود. محمود انت مواليد كام؟ مواليد 2005 يا كابتن. مواليد 2005. مركزك في الملعب ايه؟ راس حربة. مهاجم. مهاجم. طيب قول لي بقى مين مثلك الاعلى في الحتة دي؟ عماد متعب. عماد متعب. انت اهلاوي؟ لا زملكاوي. زملكاوي. ايوه زملكاوي. اه طيب زملكاوي، لو جالك بكره وبعد ان شاء الله كده عرض من النادي الاهلي تقبل ولا تقول انا زملكاوي ما اروحش؟ لا اقبل طبعا. طرف كبير جدا لاي لاعب ان هو يكون موجود في الاهلي او الزمالك. طيب خلينا نروح لمحمد محمود. محمد انت مركزك في الملعب ايه؟ مهاجم. مهاجم برضه. طيب مين مثلك الاعلى في الحته دي؟ باسم مرسي. باسم مرسي. انت زملكاوي اهلاوي؟ لا زملكاوي. زملكاوي. لو جالك عرض من الاهلي اروح؟ طبعا. شرف. شرف. طب وانت معك هتبقى محافظ عليه زملكاوي ولا هتغير بقى؟ لا حافظ على الزملكاوي. وانت بتلعب داخل النادي الاهلي؟ اه. مش صعبه شويه؟ لا مش صعبه. مش صعبه. ربنا يكرمك ان شاء الله وتكون موجود في النادي اللي انت بتتمناه ان شاء الله. حسين انت مواليد كام؟ 2009. 2009. انت اصغر اللعيبه سنا الموجود داخل نادي الشمس. طيب حسين مركزك ايه في الملعب؟ دفاع. مدافع. طيب مدافع. مين مثلك الاعلى في الحته دي؟ الونش. الونش لاعب نادي الزمالك. طيب ربنا يكرمك ان شاء الله وتبقى زيه. قول لي يا محمود اشمعنى نادي الشمس؟ ليه اخترت نادي الشمس؟ انديه كتير موجوده في مصر، انديه كتير موجوده في الصعيد، اشمعنى نادي الشمس؟ نادي الشمس بيستقبلونا استقبال الحلم. شايف نفسك داخل النادي؟ شايف نفسي داخل النادي. طيب ايه طموحك مع نادي الشمس؟ طموحي كتير مع نادي الشمس. مثلا بيطلع تسويقي هو. لا قصدي طموحك ايه؟ طموحك مع نادي الشمس، نفسك نادي الشمس يكون محطه ليك لانتقالك لاي نادي؟ مثلا الزمالك، للاهلي، الاسماعيلي، بيراميدز، وخارج مصر. او الاحتراف الخارجي. او خارج مصر. طيب تمام. محمد برضو خليني اسالك نفس السؤال، اشمعنى نادي الشمس؟ ليه اخترت نادي الشمس؟ نادي الشمس لادرين محترمين بيستقبلونا استقبال حلو، بيدينا دوافع لقدام وان شاء الله يكون محطه للزمالك والاهلي. مرتاح نفسيا بالامانه داخل نادي الشمس. تمام. حسين انضميت لنادي الشمس ليه؟ النادي افضل نادي في اسوان كابتن. النادي ممتاز جدا. مرتاح داخل نادي الشمس. حسين انت من فين؟ من مركز ايه؟ من مركز جنة. لا مركز ابتش تبقى مركز ابتش محافظة جنة. وانت يا محمد؟ من محافظة جنة. مركز ابتش برضه؟ مركز ابتش. انتوا الثلاثة من ابتش؟ نعم. طيب انا عايز اقول يا جماعة ان اغلبية اللعيبة اللي موجودة عندي من مركز ابتش، وانا ببقى سعيد جدا جدا من اي لاعب بيجيني بيقول لي انا من ابتش، لان ناس ابتش دول او مركز ابتش اللي هم مركز ابتش ده يا جماعة داخل محافظة قنا، ناس ابتش دول ناس محترمين جدا جدا جدا. وخليني من خلال برنامج نجم مصر او من خلال قناه الصحه والجمال اشكر كل اولياء امور هؤلاء اللعيبه، مش اللعيبه اللي موجودين معايا بس في الاستوديو، لا كل اللعيبه اللي موجوده معايا في النادي بشكرهم على ادبهم واخلاقهم العاليه اللي انا رايتها في سلوك اللاعبين. انت لما حضرتك بتلاقي سلوك لاعب او سلوك اي حد محترم قدامك انت بتشكر والده ووالدته، لان لولاهم ما زاروا هؤلاء اللاعبين بهذا الادب والاخلاق العاليه. فكل الشكر وكل التقدير لاولياء امور اللعيبه اللي موجوده عندي من ابو تشت خاصه، وكل الشكر لاولياء كل اولياء امور كل اللعيبه اللي موجوده عندي. بس انا شخصيا ببقى مرتاح جدا وفرحان جدا لما بيجيني اي لاعب من ابو تشت، لان اللعيبه دي زي ما قلت لكم يا جماعه لعيبه قليله الكلام ولعيبه عندها طموح
والجميل جدا ان اغلبيه اولياء امورهم او كل اولياء امورهم بيدعموهم جدا جدا ومقتنعين ومؤمنين بالموهبه اللي موجوده في اولادهم. فكل الشكر لاولياء الامور وكل الشكر لهؤلاء اللاعبين، ويا رب بتمنى ان انا اكون سبب ان ابنائكم دول كلهم يكونوا موجودين في اكبر انديه مصر ان شاء الله. قول لي يا محمود، انتوا الدوري عندكم بدا ولا لسه؟ لسه لسه حاليا شغالين فتره الاعداد. ايوه. بتتمرنوا كم يوم في الاسبوع؟ يومين او ثلاثه. يومين او ثلاثه. خدتوا ماتشات وديه؟ ايوه. انا عندي طبعا علم كامل، بس انا عايز اوجه او عايز اعرف الناس اللي بتتابعنا احنا شغالين ازاي وماشيين ازاي. طيب محمد، واخد فرصتك كامله في المباريات الوديه؟ كابتن. واخد فرصتك. وانت يا حسين؟ ايوه كابتن. خدت لعبت في الماتشات الوديه اللي اتلعبت مع نادي الشمس. ايوه. تمام. طيب خلينا اقول يا جماعه ان الفتره اللي جايه هيكون في معسكر للاعبي نادي الشمس بالقاهره. هيكون في اربع مباريات وديه مع الاهلي والزمالك وانبي والترسانه. على امل ان اللعيبه الكويسه اللي عندي لو جالها عرض من هؤلاء او من هذه الانديه، نادي الشمس ما عندهوش مشكله. بالعكس، ده احنا بنتمنى ان احنا نكون سبب ان هؤلاء اللاعبين او هؤلاء اللاعبين يكونوا موجودين في اكبر انديه مصر زي الاهلي وزي الزمالك. وعايز اقول فكره ثانيه او عايز اقول خبر ثاني. في فصل الشتاء كده اكتر من نادي خارجي بيبقى عامل معسكرات داخل اسوان، نظرا للجو الممتع في الشتاء في اسوان. فاغلبيه الانديه العربيه بتيجي تعسكر في اسوان، ونحن متواصلين مع اكثر من نادي عربي، وهيكونوا متواجدين خلال شهر يناير القادم. فبقول اللعيبه اللي موجوده عندي شد حيلكم، لان احنا ما عندناش مشكله انك انت يتم تسويقك ان شاء الله النهارده قبل بكره، ان شاء الله قبل ما يبدا الدوري. انا لو جالي عرض لاي لاعب عندي بكره قبل بدايه الدوري هسيبه او همشيه او اوديه النادي الكبير ده. وان شاء الله اغلبيه الانديه اللي هتعسكر في اسوان احنا متواصلين معاها، وان شاء الله يبقى في ماتشات وديه معاها في اسوان في شهر يناير او في شهر واحد. تمام؟ اللعيب الكويس اللي هيظهر في الماتشات دي اكيد الانديه الثانيه اللي احنا بنلعبها هتطالب بانضمام اللعيب المميز، واحنا ما عندناش اي مشكله. طيب خليني برضو اوجه رسالتي لكل اللعيبه اللي ما خدتش حقها بسبب الواسطه. خليني اوجه رسالتي لكل اللعيبه اللي بتشوفني دلوقتي اللي ما خدتش فرصتها بسبب الواسطه. نادي الشمس فاتح ابواب لكل اللاعبين. نادي الشمس عامل اختبارات مجانا بدون اي مقابل. كل انديه مصر من ضمنها الاهلي والزمالك كانت عامله استمارات 50 جنيه واكثر او اقل. لا، نادي الشمس عامل اختباراته مجانا. فكل اللعيبه اللي ما خدتش فرصتها كلمونا على الارقام اللي ظاهره قدامكم. وان شاء الله نادي الشمس هيكون محطه ليك انك انت تكون موجود في الاهلي او الزمالك او اكبر نادي او اي نادي من الانديه الكبرى في مصر او الاحتراف الخارجي باذن الله. قول لي يا محمود، مين اكتر حد بيدعمك؟ مين اكتر حد مؤمن بالموهبه بتاعتك؟ مين اكتر حد بيقول لك كمل وانا معاك؟ والدي. والدك؟ ده اكتر حد مؤمن بالموهبه بتاعتي. اتفرج عليك، شافك في الملعب كتير. شافك كتير. ايوه كتير. لما شافك كان بيشجعك؟ ايوه. ولا حد قال له مثلا لا ده ابنك كويس حاول توديه نادي مثلا؟ لا، هو شافني كتير. طيب والدك من خلال برنامجنا لو بيشاهدك، واكيد بيشاهدك دلوقتي، تحب تقول له؟ ان شاء الله يكون حسن ظنه فيك. تكون عند حسن ظنه. عند حسن ظنه. ماشي. محمد، مين اكتر حد بيساندك؟ مين اكتر حد بيدعمك؟ مين اكتر حد بيقول لك كمل وما يهمكش، كمل احنا وراك؟ والدي. والدك ايضا؟ ايوه. طيب والدك اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا زملكاوي متعصب كمان. طيب تحب تقول له من خلال برنامجنا؟ ان شاء الله بكون حسن ظنه، وهو بيديني دوافع وربنا يكرمه. ان شاء الله. حسين اصغر لاعب عندنا في نادي الشمس، حسين مواليد 2009، مين اكتر حد بيدعمك؟ والدي. والدك برضه اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي برضه؟ انت عندك زملكاوي؟ زملكاوي. انت عصبي كمان. والله العظيم. والله. انتوا قرايب؟ العيله كلها بتاعتنا كلها زملكاوي. اغلبيه عيلتكم زملكاوي. ايوه. كويس والله، الزملكاوي انتشر جدا في الفتره الاخيره. ايوه. ايوه. السنه دي مهيأسين طبعا بسبب نادي الزمالك. فعلا. نادي الزمالك هياخد الدوري؟ اكيد. اكيد. بنسبه كام في المية؟ 100%. مش وارد ان هو يتعصب في مباريات؟ لا مش وارد. محمود، ايه اللي خلى نادي الزمالك كده؟ ايه اللي وصل نادي الزمالك
لهذه الحالة؟ الناشئين. الناشئين اللي دفع بيها مستر بيرا زي يوسف أسامة وزي بعض اللاعبين وسيد نمار. وسيد نمار. تمام. محمد مقتنع جدا او شايف ان خلاص الزمالك قرب من الحصول على بطولة الدوري؟ قرب 100% كمان. 100%؟ ممكن يحتفل المباراة القادمة مع الاتحاد ولا ممكن يتعثر قدام الاتحاد؟ لا ممكن يحتفل. يحتفل. واكيد كمان. والله. ان شاء الله. تمام. قول لي يا حسين ايه طموحك مع نادي الشمس؟ نفسك تروح نادي ايه من خلال نادي الشمس؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك. ممكن تروح نادي في وسط الدوري ثم بعد كده نادي الزمالك؟ ممكن يعني. طيب يا جماعه اللعيبه اللي بتشاهدنا دلوقتي من نادي الشمس عندنا لاعبين على اعلى مستوى. الغريب والجميل ان احنا عندنا لعيبه ما لعبتش في اي انديه قبل كده، ولاعيبه وانت بتشوفها في الملعب تحس ان هي لعبت في انديه كتير، لعبت دوري. فانا خليني اذكر بعض الاسماء دافع ليهم، لان اللعيبه دول وانا ببقى موجود في التدريب ببقى فرحان جدا بمستوى هؤلاء اللاعبين. خليني اذكر بعض الاسماء واذكر اغلبيه اسمائهم. عايز اشكر اللعيبه اللي انا بذكر اسمائها واللي انا هذكر اسمائها انا حابب اشكرها وحابب اقول لها اقول لكم انكم انتوا لازم تكملوا، لازم تستمروا، لازم ما تتنازلوش عن تحقيق حلمك او تحقيق هدفك، لازم تكون طموح، لازم من خلال نادي الشمس توصل للنادي اللي انت بتحلم انك انت تكون موجود فيه. خليني اشكر عمر اللاعب عمر مصطفى، محمد اشرف، محمد سعد احمد، محمد مراد، زياد احمد، ممدوح ابو المعارف، عادل فكري، كريم زكريا، محمد عادل، مصطفى رمضان، جمال محمود، احمد محمد، محمد الادم يونس، علي اسماعيل، طه خلاف، احمد محمد، محمد عبد الناصر، كامل محسن، محمد ناصر، فارس محمد، محمود محمد، احمد محمد المهدي، عادل حازم، محمد سعيد سعد، طلال فتحي، حسين السيد، وليد نصر الدين، علي محمود علي، احمد محمود، وعبده الغول. عبده الغول مدافع فريق 2001 معانا، هو وليد. عندنا عناصر يا جماعه مبشره جدا جدا. هنحاول كل حلقه نجيب ثلاث او اربع لاعبين يطلعوا معانا. عايز اقول لكم قبل بدايه الدوري بتاعنا ان احنا بنمتلك لاعبين ممتازين جدا جدا. على نهاية الموسم او في نص الموسم او نهاية الموسم انا واثق ان اللعيبة كتير من عندي هتكون موجودة في اكبر اندية مصر. حين ما بدأنا الدوري ولعبنا الدوري بتاعنا دوري الاتحاد المصري لكرة القدم للناشئين سواء مواليد 2001 2003 2005 2007 2009 انا واثق ان اللعيبة دي محتاجة بعض الماتشات الودية. انا واثق ان اللعيبة دي بعد ما تخوض مباريات الدوري الرسميه لا مستواها هيزيد اكتر من كده بكتير. عشان كده انا واثق كل الثقه ان اللعيبه اللي موجوده عندي بكره وبعد هتكون موجوده في اكبر انديه مصر. خليني هفكركم بكره وبعد ببعض الاسماء دي اللي هتشوفوها في انبي واللي هتشوفوها في بيراميدز وفي الاهلي وفي الزمالك واللي هتشوفوها في انديه خارج مصر كمان ان شاء الله. موضوع الناشئين يا جماعه زي ما انا بقول كده في بدايه حلقتي ان اسرع واسهل استثمار في العالم كله الاستثمار الرياضي. فانا مش بطالب يعني انا اتكلمت على نادي الشمس اللي انا موجود فيه واللي انا بتشرف ان انا رئيس قطاعه. عايز او حابب ان كل الانديه اللي في مصر سواء في الممتاز به او الممتاز تتمنى او تهتم اهتمام كبير جدا بقاعده الناشئين. احنا شفنا يا جماعه اللي شال نادي الزمالك ابنائه. اللي شال الزمالك السنه دي يوسف اسامه، سيف فاروق جعفر، سيد نمار. اللعيبه دي لو الزمالك ما طلعهاش من الناشئين وحب يشتريها من بره، لو ثلاث لاعبين بس لو قلنا سيد نمار وسيف فاروق جعفر ويوسف اسامه لو الزمالك حب اللعيبه دي موجوده بره نادي الزمالك والزمالك حب يشتريها مش هيجيبهم باقل من 100 مليون جنيه. وانا واثق ان اللعيبه دي ما كلفتش نادي الزمالك حتى مليون واحد. عشان كده لابد ان جميع الانديه المصريه تهتم بقطاع الناشئين. لابد من الاهتمام بقاعده الناشئين. كل الانديه في مصر الاهلي والزمالك وانبي وبيراميدز لابد انك انت تعتمد على اللعيبه بتاعتك، تعتمد على ابناء النادي. فارجو للمره المليون الاهتمام باللعيبه الناشئين. اللعيبه الناشئين دي هي الامل عندك. هي الامل لفريقك وهي الامل لمصر او هي الامل لمنتخب مصر. خليني اكرر رسالتي، بوجه رسالتي لكل اللعيبه اللي ما خدتش فرصتها بسبب الواسطه، لكل اللعيبه
اللي خاضت في الاختبارات في اكثر من نادي وفي الاخر اتقال لها شكرا. اتقال لها شكرا ليه؟ بسبب ان هي ما معهاش واسطه. كلمونا على الارقام اللي ظاهره قدامكم، ونادي الشمس فاتح ابوابه للجميع. نادي الشمس هيكون محطه ليك انك انت تلعب في اكبر انديه مصر. صعب انك انت تيجي من البيت تروح الاهلي مره واحده، صعب انك انت تيجي من البيت تبقى عايز تروح الزمالك مره واحده. لازم تبقى واقعي، لازم تكون واقعي مع نفسك. نادي الشمس اولا، ثم من نادي الشمس تقدر تكون في اكبر نادي في مصر. صعب زي ما بقول لك، صعب انك انت تكون موجود من الاهلي والزمالك، لازم تاخدها درجات بقى. لما تيجي نادي الشمس وتتمرن وتلعب ماتشات وديه وتلعب ماتشات رسميه في الدوري، تقدر مع نهايه الموسم بعد اكتساب الخبرات، بعد ما البدن بتاعك يبقى 100%، بعد ما تكتسب بعض الفنيات وبعد التكتيك وبعد الخبرات من الدوري، من مباريات الدوري سواء المباريات الوديه او الرسميه، هتقدر تروح اي نادي سواء الاهلي او الزمالك. شفنا الاهلي والزمالك والانديه الكبرى عملت اختبارات في كل المحافظات، يمكن عملوا اختبار ل 100,000 لاعب، وانا واثق ان هم ما خدوش لاعب واحد في الاخر. لان الاختبارات دي خلينا نتكلم بكل صراحه، الهدف منها الاستماره فقط. الاستماره ام 50 جنيه فقط. لانك انت بالعقل صعب انك انت تجيب لاعب من الشارع توديه النادي الاهلي مباشره. لكن سهل جدا انك انت تجيب لاعب من نادي الشمس، لاعب من نادي الالومنيوم، لاعب من نادي اسوان، لاعب اتمرن مع فرقه، اتمرن مع مدربين، لعب ماتشات وديه، لعب ماتشات رسميه في الدوري، بيبقى سهل جدا ان هو يكون في الاهلي او الزمالك او اي نادي. مش تحت شرط يا جماعه الاهلي والزمالك، ليه بيراميدز ليه لا؟ الاسماعيلي، سيراميكا، فيوتشر، الانديه دي كلها كويسه لما انت تبقى في الشمس. برضه مش تحت شرط انك انت من الشمس للاهلي او الزمالك، ممكن تروح لنادي في منتصف الدوري، والنادي اللي هو في منتصف الدوري ده يكون محطه ليك للاهلي او الزمالك. شايفين احنا الخناقه الكبيره اللي شغاله ما بين الاهلي والزمالك على لعيبه فيوتشر وعلى بعض اللعيبه في سيراميكا. فانت من خلال جات لك الفرصه، خلاص جات لك الفرصه، انا سامعك اللي بيكلمونا في العياده، انا سامعك كويس. يا ريت كل اللعيبه او اللعيبه اللي هي نفسها تبقى موجوده في الاهلي والزمالك، خلينا نبدأها درجات مع بعض. تكون موجود في نادي الشمس، هتتمرن، هتلعب ماتشات وديه، هتلعب ماتشات رسميه، هتيجي في نهايه الدوري هتلاقي نفسك بقيت فورمه. لو انت رحت لعبت ماتش ودي قدام الاهلي او قدام الزمالك هتظهر بمستوى طيب. لو انت كنت موفق في هذه المباراه، الطبيعي جدا ان الاهلي او الزمالك يقول احنا عايزين اللاعب ده، والطبيعي جدا ان النادي بتاعك هيساعدك. النادي بتاعك مش هيطلب مئات الالوف والكلام اللي بيحصل في الانديه الثانيه، لا، النادي عمره ما هيقف قدامك. عمرك وانت في نادي الشمس يجي لك عرض من الاهلي او الزمالك او الانديه الكبيره دي ويقول لك لا. ده بالعكس، زي ما قال رئيس النادي وزي ما بقول لحضراتكم، انا احنا كل طموحنا ان احنا نكون سبب انكم انتوا تمثلوا اكبر الانديه في مصر. عشان كده بقول لكل اللعيبه اللي ما خدتش فرصتها واللي بتشاهدني دلوقتي، كلموني على الرقم او الارقام اللي ظاهره قدامكم، ونادي الشمس فاتح ابوابه للجميع. محمود شرفتنا ونورتنا النهارده. نورك يا كابتن. محمود شرفتنا ونورتنا. نورك يا كابتن. حسين شرفتنا ونورتنا. نورك يا كابتن. بكده يا جماعه نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا. انتظرونا الاسبوع القادم وحلقه جديده من برنامج نجم مصر.